مرحبا، يعطيكم العافية، معكم باسل حسام من فريق اي تيم، واليوم بدنا نحكي عن الجزء الثاني من النمباي. بدنا نكمل الفيديو الماضي. طيب هلا بدنا نكمل بالنمباي. طيب تذكروا بالليست لما كنا ناخذ انه سلايس للليست، مثلا انا اذا عملت ليست فيها هيك مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، حكينا انه انا اذا مثلا بدي بقدر اعمل سلايس منها، يعني انه اخذ شقفه منها مثلا باعتبار مثلا بدي اطبع من الأربعة على الثمانية، بعد الاندكس تاعهم صفر واحد اثنين ثلاث، يعني من الاندكس الثالث ببلش لوين؟ حكينا أربعة اللي هي عبارة عن اندكس ثلاث، أربعة خمسة ستة سبعة، بده يكون هاي التسعة عبارة عن الاندكس الثامن، فإحنا بدنا نحط الاندكس الثامن. طيب هاي طلع لنا أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية زي ما بدنا، بس إحنا مثلا إحنا بنشتغل على الأري. كيف بدي أطبع الأري؟ مثلا بدي أطبع الخمسة. كيف بدي اطبع الخمسة؟ بعمل array، ماشي. هلا بده يكون في فاصل عندنا هون بالليست، فوق هون بس كان عندنا كولن، تمام. هلا هون بده يكون عندنا تو كولنز وفاصلة. اول يعني هاي الجهة الرقم اللي هو اللي على شمال الكولن وعلى يمينها بده يكون للايش؟ للروز، وتاني كولن بدها تكون للكولومز، والفاصلة عشان تفصل انه الروز عن الكولومز. طب انا بدي اطبع الخمسة. الخمسة أي إندكس من الروز؟ صفر واحد، صح؟ طيب أنا هون بما إني مش راح، يعني مش راح أعمل من كذا لكذا، بس بدي نقطة معينة، فخلص بحط واحد، تمام. ومن الكولونز كمان كم؟ واحد. بعمل إنتر، هاي أعطاني خمسة. بدي أطبع التسعة أو بدي أطبع مثلا التمانية، تمام. هاي الأري بحط التمانية بالروز بالأسطر، ايش الاندكس تاعها؟ هي ثالث سطر، ثالث سطر الاندكس تاعه 2. طب بحط فاصلة مش كولون، دير بالكم هلا بنحكي عن الكولون. الاندكس ايش راح يكون للثمانية؟ بده يكون واحد، صح؟ طيب إذا عملت انتر راح يعطيني 8. طب أنا مثلا بدي أطبع 1 2، بدي أطبع 1 2 و 4 5، شايفين هذا المربع اللي 1 2 مع ال 4 و 5. طيب حلو، هيك راح يكون في عندنا سلايس في الموضوع. طيب هي الري واحد واثنين واربعة وخمسة، بدي اخذ الاسطر اول اشي الروز. كم من سطر راح يكون السطر الاول؟ يعني صفر لاثنين، صح؟ يعني الاندكس الاول اللي هو اندكس زيرو للاثنين، لانه الاندكس الاثنين ما بكون داخل. حلو، بعدين بعمل فاصلة. بدي اخذ كمان برضو بده يكون الصفر لاثنين. طب اذا عمل زي هيك هاي اعطاني واحد اثنين واربعة وخمسة. طب مثلا انا بدي اخذ هدول الواحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة. طب حلو، الواحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة كم سطر فيهم؟ بالسطر الأول للثاني، بس بده يكون يعني السطر الأول الاندكس تاعه زيرو والسطر الثاني الاندكس تاعه واحد، بس بنحط اثنين لأنه عرفنا إنه ما بتدخل. طيب زي مثلا ممكن أنتوا تعملوا هيك، أتوقع إنها بتزبط، هلا بنشوف. إنه أيوة، إنه هون تأخذوا كل الكولونز، كل الكولونز من أولها لآخرها، تمام. وإذا مثلا بدكم تطبعوا مثلا آخر واحد، أتوقع إنه هيك شفتوا أعطتني هون سالب واحد، يعني بدي الروز الأول والثاني لآخر عنصر إله اللي هو ثلاثة والستة. طيب بس إحنا حكينا بدنا ناخذهم كلهم، فبنعمل هيك، بنعمل إنتر، هي أعطاني إياهم كلهم، تمام. هون السلايس بدي يكون. طب أنا ممكن أعمل أسايمنت، تمام. إيش يعني أسايمنت؟ هلا بدي أرجع على وين هذيك تاعت ال 25؟ من صفر ل 25 عملتها. I guess انها هاي النيو، هيك اوكي. هاي النيو، طيب اوكي. شايفين مثلا هلا انا هون هاي 5 و5 مزبوط، اوكي. بدي اغير ال 18، تمام. مثلا بدي اخليها 18 ونص. هلا انا كيف بدي اغيرها؟ اذا بدي اعدل على الري بحط شو اسمه الاندكس تاعه زي بالليست. ايش الاندكس تاع 18؟ 0 1 2 3 بده يكون الثالث. طيب بنحط فاصله 0 1 2 بده يكون 3 2، تمام. بدي احط اسايمنت جديد اللي هو عباره عن 18 ونص. طب بالله اشوف اذا طبعت النيو الري، النيو الري طلعت 18، ضلتها زي ما هي. ليش؟ لانه انا هون حولتها لفلوت، والانتجر والري باي ديفولت بده يكون انتجر. طيب
يعني هون الري، بس هلا يعني طلع انه هي مش انها مش شغاله، بس هون عشان ال 18 عباره عن فلوت، فهو باخذ انه اكبر عدد صحيح ل 18 18 حط لي اياه. مثلا اذا انا حطيت 5 هي راح تزبط، ها هي 5 18 صارت 5، بس انا عشان حطيتها 18 ونص 18 ونص هي صارت 18. طيب اذا انا بدي اغيرها جد فعلا انه يصيروا فلوت، ايش بدي اعمل؟ بدي اعمل اري جديد. لما بالتعريف الاري، بتعريف الاري نفسه، مثلا هيو نفسه بدي اعملها اكتب نفس اسمها. مثلا انا بدي اعرف، حكيت بدي احط ان بي دوت اري، تمام. بدي احط نفسه النيو اري، صح هو هذا نفسه، بس بدي احط انه الدي تايب. شو اللي الدي تايب؟ هاي الداتا تايب، مش الداتا تايب للاري، انه زي ما انا انه مثلا هاي انه مثلا كومنت، انه الدي تايب لا تساوي لما انا اعمل تايب مثلا هيك نيو ار، هاي لا تساوي هاي. يعني اول وحده ممكن احط انتجر فلوت بوليان الى اخره، بس الثانيه اللي هي هاي لا تساوي، التانية هديك بدها تكون مثلا list array، بدها تكون tuple اللي اخذناهم الى اخره، تمام. يعني هون etc. فهاد ال d type عبارة عن الانتجر والفلوت والبوليان. طيب انا بدي ال data type اللي جوا الarray شو بدي اياها تكون؟ بدي اياها تكون float. طيب حلو، عملت هيك، اطبع لي ال new array، طلعوا هاي صار عبارة عن فلوت. طيب اذا انا عملت هاي، بالله اشوف راح تتغير، هاي 18 هي 18. طيب اذا انا عملت هاي وهي طبعت، بدي اطبع النيو اري، طيب شفتوا صار 18 ونص. فانتوا بدكم تعرفوا انه باي ديفولت الداتا تايب بده يكون للاري، بتكون انتجر، فانت عشان تحولوه فلوت هاي زي هيك بتحطوا بالاساينمنت، يعني بالتعريف لما انتوا تعرفوا بتكتب دي تايب ايكوال التايب اللي انتوا بدكم اياه، انتجر فلوت بوليان اي شيء، تمام. طيب اوكي. هلا مثلا تعرفوا، مثلا هلا انا اذا عملت بي ان بي دوت ارينج ومن الصفر للخمسين، وبدي ستيبس عبارة عن 2، اوكي. وهلا بدي اياه مثلا يطبع لي، حكينا انه هاي باخذ 2 ستيبس باي ديفولت. طيب هلا بدي اسمي فاريبل اسمه مات، تمام. از في ميثود جديد اسمها از ماتريكس. هاي الاز ماتريكس ايش عبارة؟ تعرفوا بالديسكريت اللي احنا اخذتوه اللي هو الماتريكس الماتريسيز اللي انتم اخذتوهم بالديسكريت، يعني هي بتكون تقريبا شبيهة على الاري. فانا هلا هون بدي احول هذا الاشي، يعني هذا المات بده يكون هو عبارة عن ماتريكس. بس ايش الماتريكس؟ بدي احطه مثلا هاي اللي انا عملتها اللي هو النيو اري مثلا. واذا عملت برنت برنت المات وهنا برنت تايب المات، هون مش مات مات يعني الله يرحمه، يعني اختصار عن الماتريكس، تمام. وهنا بدي اطبع عشان تشوفوا الفرق انه النيو اري وهي هون برنت التايب النيو اري. طيب حلو، اول وحده طلعوا هيها عبارة، حط لي اياها عبارة عن ماتريكس، وهي يعني انتم ممكن ما تلاحظوا الفرق عن هاي عن هاي، بس هي انا طبعت لكم التايب تاعها نم باي ماتريكس، هون نم باي اري، تمام. فانه ممكن يطلب منكم تحويل ماتريكس وكذا، فيعني انه هيها. طيب ايش كمان بدنا ناخذ؟ هلا انا ممكن اعمل فاريبل اسمه 1، تمام، وبدي احطه ان بي دوت ارينج وعبارة عن 10 اللي هو ببلش من 0 ل10 وال10 بتكونش داخلة. بدي اعمل 2 equal np.range. طيب والرينج هون بتكون من 10 ل21، يعني ال20 داخلة. طيب اذا حكيت انا بدي اياه يطبع البرنت ال1 بعدين برنت ال2، طيب ايش رح يعطيني هون؟ بتلاحظوا انه اعطاني
الري عادي يعني التايب راح يكون تاعهم الري. بس هلا انا مثلا بدي اسمي فاريبل جديد اسمه 3، ايش هاد بدي اياه؟ بدي اياه يكون عباره عن الكونكاتينيشن تاعهم. هلا احنا لو حطينا انه 1 يعني هون ال 3 لو كانت عباره عن 1 بلس 2 وطبعنا برنت ال 3 ايش راح يكون؟ مش راح يرضى يجمعهم لانه الشيب تاعهم بيختلف. طيب لو فانا كيف بدي اعملهم كونكاتينيشن؟ بدي اعمل np.append تمام، وبحط اول اشي يعني بحط في هنا راح احط مكانين، اول يعني قبل الفاصل بحط اول اشي انا بدي اضيفه اللي هو مثلا ال1، وبعد الفاصل بدي احط الاشي اللي راح يكون بعد ال1، يعني راح اعمل concatenation مش راح اجمع جمع، يعني راح يندمجوا مع بعض. طيب وهي هون عشان مثلا نعرف، هاي هون بنعمل print وهي هون 3. طيب هاي بتلاحظوا انه من الصفر للتسعة هاي هم، وبعدين التو اللي هي من العشرة للعشرين انعملت concatenation. طيب هلأ هاي هون مثل جديد اللي هي الأبند، يعني عشان نقدر نعمل concatenation to arrays مع بعض. هلأ مثلا إذا أنا بدي أحذف من array إشي، مثلا ممكن أسمي variable اسمه nkk، بدي أحط np.delete تمام. delete بتاخد أول إشي بتاخد الarray اللي أنا بدي أحذف منه، مثلا بدي أحذف من ال1 تمام، وقديش مثلا بدي احذف الرينج، بدي احذف رينج الخمسة. هاي الرينج خمسة زي كأنه شيل لي الرينج خمسة وحط لي من الارقام من الصفر للاربعة تمام. وهي انا اذا عملت الكيكة شو راح يعطيني؟ هاي شال الارقام من الصفر للاربعة وطبع لي من الخمسة للتسعة تمام. ممكن انا احذف رقم مثلا زي ما بدكم، يعني بدل الرينج تحطوا اندكس معين تمام. طيب انه طيب مثلا هاي كمان عشان نفرجيكم، هاي كيكة np.delete وبحط ال1 وبحط مثلا اذا بدي احذف اكتر من اشي، مثلا بدي اشيل اخر عنصر كمان قبل الاخير، هاي سالب واحد وهي سالب اثنين. طيب هاي هون عملت كيكة، هاي بتلاحظوا انه شلي من ال1 اللي هو 8 وال9 تمام. هيك يعني عشان انه انتم تشيلوا اكتر من واحدة اذا بدكم. طيب هلا بدنا نحكي عن ميثود كثير مهمة اللي هي الراندوم. الراندوم مثلا بدي اعمل شو اسمه فاريبل بدي اسميه dd np، بعمل دوت random تمام دوت هلا random. ليش حطيت دوت random دوت random؟ طيب هلا بحكي لكم. هلا مثلا بدي احط 2 لهنا 5 وهنا بعمل dd. طيب هون الراندوم باي ديفولت، الراندوم باي ديفولت بده يكون between الارقام راح تكون 1 and 0 and 1 تمام. هون باي ديفولت الارقام راح تكون بين الصفر والواحد. هاي هون بتلاحظوا انا ايش الراندوم هاي، يعني اطبع لي ارقام عشوائيه. طب قديش السايز تاعهم؟ السايز تاعهم حطيتهم برضه جوا قوس يعني الحال، حكيت له تو شو اسمه انه تو روز وخمس كولومز تمام، وكلهم كلهم كلهم من بين الصفر والواحد، يعني ما في واحد اكتر من الصفر، ما في واحد اقل ما في واحد اقل من الصفر، ما في واحد اقل من اكتر من الواحد. طيب تمام هلا انا شو اسمه بدي مثلا اكتر من حبه، يعني مثلا ممكن باعتبار مثلا يعني ممكن احكي random dot random تمام، ممكن اعمل 2.5.3. هلا هاي الاثنين زي كأنه بحكي له بدي حبتين، حبتين من ايش؟ بدي حبتين من راندوم يكون خمسة روز وثلاثة كولومز، هاي خمسة روز وهاي ثلاثة كولومز، تمام؟ يعني إذا عملت هون انتر طلعوا، هاي أعطاني حبتين، هاي هون أول حبة يعني باعتبار أنا بدي أسميها يعني، وهاي ثاني حبة، وكلهم يعني الحبتين هاي خمسة روز وثلاثة كولومز، وكلهم بين الصفر والواحد، تمام؟ طيب، هلا مثلا أنا بتحكي لي أنا بدي أطبع أرقام راندوم بس مش بين الصفر والواحد، بين الصفر والمية. حلو، ايش بحكي لك؟ اعمل np.random.random تمام، وبحط مثلا هون السايز اللي انا بدي اياه 5 10، بس هون ايش بحط؟ ضرب ايش؟ ضرب 100. هاي باعتبار انها between 0 and 100. كيف بدي اعرف انه يعني لو مثلا ممكن يجيك سؤال انه هاي يعني between كم وكم؟ باجي بحكي له مش اصغر قيمة صفر
اطبع لي اياها بمية، اضرب لي اياها بمية، بدها تضلها تعطيني صفر، واكبر قيمة قديش؟ واحد، اضرب لي اياها بمية حتى تعطيني مية، فهيك بده يكون القيمة بين صفر ومية. طيب اعمل رن، هاي بتلاحظوا انه اعطاني كل اشي، هاي 12، هاي 90، هاي 97، هاي صفر واشي، فبتلاحظوا انه ما بتعدى المية وما في اقل من الصفر. طيب برضو بتضلك تحكي لي انا بديش، طيب من الصفر بديش ابلش من الصفر، بدي من الرقم مثلا، بدي اطبع من كم مثلا، من 10 لـ100، بدي اطبع من 10 لـ100، باجي بحكي لك np dot، بسيطة np dot random dot random، تمام، وبعمل زي دايما، هاي مثلا 5.10، تمام. هلا بين العشرة بدي اطبع بين العشرة والمية، ما دام بين العشرة والمية كيف بحكي له؟ بدي احكي له هون بدي اياك تجمع لي اولها 10، تمام، بدي اياك تجمع لي اولها 10، بعدين تضرب لي اياها بكم؟ ب90 ضرب 90. هلا مثلا لو اجى سؤال، لو اجت هاي بسؤال كيف بدي اعرف؟ بحكي له اول اصغر قيمة كم؟ اصغر قيمة صفر، والأولوية للضرب، اضرب لي صفر ب90 صفر، بعدين بيجي في هون هيها زائد 10، يعني صفر زائد 10، يعني هون راح تكون between، لحد الآن أقل إيش راح تكون 10. طب حلو، أكبر قيمة كم؟ واحد. الأولوية لمين، الضرب ولا جمع؟ بحكي لك الضرب، واحد ضرب 90 90، بعدين في جمع 90 زائد 10، بحكي لك هون and 100، صارت 100 بين العشرة والمية، تمام. وهي نتأكد، هاي بنعمل فش اشي اقل من 10، هاي بتلاحظوا كله هاي هون 19، ما في اقل من 10 وما في اكبر من 100، تمام. طيب شو ممكن نعمل كمان؟ بابا بابا با. هاي طيب هلا في بالراندوم، هلا طلع انه انا لاحظت ان انا هون حطيت راندوم راندوم، طيب يعني انا هون بستنتج انه ممكن في اشي مثلا بدي اسمي فاريبل اسمه تي ار ان بي دوت راندوم، اذا حطيت دوت وعملت مثلا في كبسه اللي هي على الكيبورد اسمها تاب، تمام، يعني كبسه التاب، اذا كبستوها بطلع لكم الميثودز اللي انتم بتقدروا تستخدموهم. فانا بالراندوم، طلعوا بالراندوم لحالها، طلعوا شو بقدر في، طلعوا في كل هدول، انا ايش استخدمت؟ راندوم دوت راندوم، وين راندوم دوت راندوم؟ هيها راندوم، هاي هون راندوم الثانية، بس انا هلا بدي استخدم راند انت. ايش يعني راند انت؟ يعني هون طلعوا هون في فلوت، انا مثلا بدي اعمل، بدي راندوم راند، بدي ارقام راندوم عشوائيات، بس بدي اياهم كلهم انتجرز، فعملوا هذا الميثود اللي هو اسمه راند انت، تمام. هذا الحلو فيه انه انا بقدر اعطيه بداية ونهاية، يعني ما بتغلب فيه زي هاي، يعني اذا انا بدي اياه من 10 للمية، او مثلا بدي اياه من 90 للمية، ايزي بعملها 90 بحط له 100، تمام، وبحط فاصله. تيجي تحكي لي طب السايز، ما انا هون كنت احط السايز، بحكي لك برضو عادي، يعني الراند انت محترم، يعني هاي بتحط السايز، بتكتب سايز، بتحط ايكوال، تمام، بتكتب السايز اللي بدك اياه، كم سايز بدك اياه، 10.5، انت حر، وهي هيك، وهي تي ار، هاي هون 10 روز وخمسه كولومز، وكلهم بين 90 والمية، يعني هاي هاي انتو شايفين قدامكم، ما في اشي اقل من 90، ما في اشي اكتر من 100، تمام. ممكن كمان يعني عشان جد انه محترم مثلا الراند انت، يعني هاي np.random، يعني انا ممكن اعمل اللي انا بدي اياه، يعني هاي هون مثلا بدي اياه من 5 لـ25، وهي بدي السايز يكون تاعها يكون من 3.3، يعني سوبر ايزي ولطيفة. وحكينا مثلا اذا احنا بدنا نعمل نغير مثلا على، بدي اغير بدي اغير ال 15، بعمل بدي، يعني بدي اغير هذا الرقم ال 15 من الاري هاي، بعمل صفر، حكينا فاصلة صفر، بحط assignment، بحط مثلا بدي اياه 10، بعدين اطبع لي الاي، هاي صارت 10، تمام. طيب هلا شايفين هذا ال، بدي انا واحد اتوقع هاد، اوكي شايفين هذا الاري من الواحد للتسعة، طب انا بدي اعكسه، يعني مش اعكسه روز واعكسه كولومز، تمام،
كيف يعني عكس الروز وعكس الكولومز؟ يعني الواحد هون كانت والتسعة هون، بدي اياها التسعة هون والواحد هون، انه فاهمين انه كيف ينقلب كله، يعني فوق تحت وشمال يمين كله. كيف هذا الاشي بقدر اعمله؟ بقدر اعمل اللي هو الاري، بحط زي ما اخذنا بالليست انه كيف نمسكها مقلوبة، يعني كيف انه نعكسها، نعمل تو كولونز وسالب واحد، وبحط كمان فاصلة، يعني هاي هدول بقلب الصفوف، وهلا هدول رح يقلبوا الأعمدة. هاي كمان هون سالب واحد. طيب وإيش صار؟ هاي طلعوا قلبنا إياها، تمام؟ طيب هلا أخذته بالديسكريت. هلا هون هاي الأري أخذته بالديسكريت إشي اسمه ترانسبوز، تمام؟ لأنه يعني الروز يصير كولومز والكولومز يصير روز. بدأ يعني في فانكشن، في ميثود جاهز بنمباي، بقدر اعمل array dot trans، وهي مثلا ممكن هاي الترانسبوز، وبحط او لا ما بحط array، بحط هون np، تمام، بحط جواها الarray. طيب هون صارت الروز، الروز هي 1 2 3، صارت كولومز هيها 1 2 و3، وهي برضو صارت الكولومز اللي هو 1 4 7، عبارة عن الروز هنا صارت عبارة عن كولومز، تمام. وصلت الفكرة انه كيف فهذا الترانسبوز انه جاهز بالديسكريت، انه انكم ممكن تعملوه انه يعني بميثود واحد، تمام. طيب هلأ ممكن اعمل انا الاري هاد، بدي اعرف كم دايمينشن، بقدر اعمل n d i m، تمام، بقدر اعرف انه يعني هذا انه الرقم هذا 2 اللي هو عباره عن انه شو اسمه 2D، يعني 2 دايمنشن اري، تمام. بس لو اجيت عملت ليست مثلا هون، هاي هون ليست، هاي الليست اللي اخذناها، واجيت عملت الليست دوت ان دي اي ام، اوكي هو اصلا مش راضي، لانه هي هاي ليست والان دي اي ام للنمباي. فأنا إيش ممكن أعمل؟ يعني هاي الليست نفسها ممكن أنا أخليها np.array، وهذا الأري أحط فيه هاي الليست، وأنا بدي أعرف الدايمينشن لهاي لهذا الأري اللي هو عبارة عن هاي الليست، تمام؟ فهيك بعطيني إنه 1، يعني هاي الليست عبارة عن 1 دايمينشن، تمام؟ وبرضو بإمكاني أعرف إنه بمسك هاي الليست بحكي له شيب، برضو كمان بزبطش لانه لازم اخذ هاي نفسها، باجي بحكي له هيك دوت شيب بعطيني 10، والاري دوت شيب اعطاني، طلعوا الليست اعطاني بس جهه واحده، في جهه فاضيه، فهي دليل انه هو 1 دايمنشن، والاري اعطاني جهتين فهذا دليل انه 2 دايمنشن، تمام. ممكن انا اعرف السايز، يعني الاري ممكن انا اعرف السايز انه كم اليمنت فيه، بعطيني 9، تمام. شو كمان مثلا اتوقع اخذنا هذا التي ار، اوكي هذا بدي اعرف مثلا كم سايز تاعه، يعني كم عنصر فيه، فبعطيني انه فيه 50، تمام. شو كمان ثواني لاني عم بشوف. طيب هلا احنا بدي اعمل، يعني مش احنا فوق اخذنا انه انا كيف اعمل concatenation عن طريق الابند، تمام. وينها تاعت الابند؟ هيها، انه انا هنا عملت variable جديد وحطيت np.append وحطيت فيه اول array تاني array وضفتهم بالarray الجديد. طب هلا في اشي، يعني انا هنا عملت append اللي هي عبارة عن concatenation، دمجت الاول مع التاني، بس في اشي اسهل، يعني انه مثلا شو اسمه زي هدول مثلا، وبدي اياه يطبع لي print 1 اي هون برنت 2، بدي اعمل concatenation لهدول، تمام. ايش بدي اعمل؟ بقدر اعمل اسمي كمان variable زد بحط np.concatenate، تمام، وبحط بفتح قوس بحطهم جوا list، بحط 1.2، تمام. وهي هون اذا طبعت الزد رح يعطيني انه هاي من 0 للـ9 لاول وحده، ومن 10 للـ19 لتاني وحده، تمام. وهي هون مثلا بدي اعرف الشيب للزد زد، هاي بعطيني انه 20، وهذا اللي هو مثلا هاي هون ndim 1 dimension array،
طيب هلا هذا الشيب انا مثلا بدي اغيره، هي انا في عندي الري من 0 ل 19، هاي بعمل زد زد دوت شيب، بحط ايكوال، بحط مثلا بما انه هدول الشيب تاعه 20 فبدي اخليهم 5.4 برضه لانهم يساوي 20، وهي هون تبعت الزد زد، هاي شوفوا كيف. فانه انتو هيك بتصيروا بتلعب. طيب اوكي بكفي هيك لليوم، بكفي لهذا الفيديو، اتوقع انه راح يضل معنا فيديو واحد بس يعني بنكون خلصنا النمباي. طيب وباي ذا واي النمباي راح نستخدمها بشكل كبير مع البانداز، بانداز اللي هي برضه باكج او لايبراري بنستخدمها مع الداتا سيتس ولانه نعمل تحليل بيانات وداتا اناليسس داتا اناليست وهالقصص، ف انه راح نستخدمها كتير يعني هي اصلا مرتبطه يعني بشكل كبير مع البانداز. فبرضه يعني انه اذا احنا ما يعني اذا يعني انه انتم حسيتوا 3 فيديوهات قليل للنمباي برضه راح تشوفوا، بس ندخل على البانداز راح يكون يعني تطبيق كبير على النمباي، يعني راح يكون نفس المبدا تمام. فاتوقع ضايل عندنا فيديو ومش كتير النمباي صراحه، وضلكم تدربوا هيك يعني وفهموا. هاي انتم بتلاحظوا ان انا عدت الشيب كمان بالفيديو الماضي، يعني انه بحاول اعيد عشان ضلكم متذكرين وما تنسوا تمام. بكفي هيك لليوم، يعطيكم العافيه وبنشوفكم بالفيديو الجاي.